كثير منهم، هل رغبوا في أهل البيت أو رغبوا عن أهل البيت وأعرضوا عن أهل البيت وزهدوا في أهل البيت؟ أنا أذكر لكم بعض المظاهر. محدث مشهور معروف يعتبر كتابه من أصح الكتب عند كثير من المسلمين. لاحظوا هذه المفارقة، يروي هذا الرجل حتى عن عمران ابن حطام. تدرون من هو عمران ابن حطام؟ هو الذي يمدح ابن ملجم. أشقى الآخرين، هذا عمران ابن حطام يمدح ابن ملجم ويقول إن ابن ملجم أوفى البرية عند الله ميزان. يقول يا ضربة من تقي. ابن ملجم تحول إلى تقي، أشقى الآخرين تحول إلى تقي في نظر عمران ابن حطام. هذا الرجل، هذا المحدث يروي عن عمران ابن حطام في كتابه، ولا يروي حديثا واحدا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. الإمام الصادق الذي يقول فيه مالك إمام المالكية: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد علما وعملا وأخلاقا. ما خطر على قلب بشر. هذا إمام المالكية مالك يقول في الإمام الصادق. الإمام الصادق أستاذ أبو حنيفة وأستاذ مالك إمام المالكية وأستاذ الشافعي وأستاذ أحمد بن حنبل، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر أستاذ جميع المذاهب الأربعة، له حق على جميع المسلمين. الإمام الصادق الذي يقف علماء الغرب مذهولين أمام عظمته ويكتبون كتاب الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب. هذا المحدث لا يروي ولا حديث واحد عن الإمام الصادق ويروي عن عمران بن حطام. هذه مو رغبة عن أهل البيت. أفرض أن الإمام الصادق ما كان إمام، ولكن ما كان عالم، ما كان محدث. الإعراض عن أهل البيت، محاولة تهميش أهل البيت. الآن في الجامعات، في جامعاتكم، في جامعات العالم الإسلامي، إذا ما تقبلون أئمة أهل البيت بعنوان أئمة، ولكن على الأقل تقبلونهم كعلماء متفوقين، لماذا لا يدرس فقه أهل البيت؟ ليش في الجامعات ما يدرس فقه علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب مو إمامكم الرابع؟ إذا ما تعترفون بعلي بن أبي طالب كإمام أول، ما تعترفون بك كإمام رابع؟ لكن تهميش أهل البيت.